الأستاذ محمد المستاوي، الكاتب والباحث في الثقافة الأمازيغية، ماذا يعني لك النبش في الذاكرة؟ النبش في الذاكرة يعني الرجوع إلى طفولة فالشباب فالرجولة فالمعاناة السرة وغير السرة. من أكثر فرد من أسرتك كان أكثر تأثيراً فيك؟ ربحاً للوقت أقول مستوي لديه مؤثرات جد كثيرة ومختلفة، يصعب اختيار مؤثر عن مؤثر آخر. تأثرت بوالدي من حيث الصبر وشظف العيش في البادية ومعاناة الحارث والحصاد إلى آخره كذا، وتأثرت بالطبيعة الجميلة المسالمة، طبيعة العالم القروي. ماذا عن الأسماء التي بصمت ذاكرتك بأحداث لا تنسى من الوسط الدراسي؟ من أسماء التي أثرت في محمد مستوي في طفولته الفقيه سيدي عمر، سيدي محمد عمر، الذي كان كاتبا فقيه المسجد وكاتب حزب الاستقلال، كان يلقننا قصائد عربية لم نستوعب مضمونها بعد. طاف بالوادي نسيم من صحار، بهر الأكوان طرا وصحار، خف يسري بولاء عله يسبق الفجر لإيقاظ الزهار. إذا كان هذا إلى جانب تحفيظه لنا القرآن الكريم كذا كذا، كان يلقننا مبادئ الوطنية والدفاع، إلى جانب أحد المقاومين موسى الذي كان يعلمنا في ذاك الوقت الكشفية. إذن كانت البادية ليست بادية اليوم. تأثرت بهذا وتأثرت بمجموعة من أبناء القبيلة الذين أقاموا دعوة ضد فرنسا لما أرادت أن تستولي على المجال الغابوي، واتخذوا البشير المناضل المرحوم البشير بن العباس محاميا لهم. ولجت مجال العمل السياسي والتقيت بعدد من الأسماء، من منهم تتذكره الآن؟ اللي كان ذكرها واللي أثروا فيا فاسمه، لأن من اللي جينا للتعليم في الدار البيضاء لقينا الحزب، أحزاب كلها كتستقطب رجال التعليم وطلبة وكتأثرهم، ماشي غير كتقطبوا استقطاب وصافي. كنت في 63 دخلت الاتحاد الاشتراكي، لقينا المرحوم عمر بن جلول، بقى ميجا ديال 10 دراهم ماشي بحال دابا، اسمو الكرسي ديال 10 دراهم، و دوك الكراسة ديال الخشب كنجلسو والتقطير بمعنى التقطير كيعطيك البلاد ديالك خصو يوصل لكذا وكذا وهذا الدروس. والنقابة الوطنية للتعليم كنت منتخب، إذا في إطار الحزبي كان عمر بن جلول، كان القرشاوي، كاين واحد العدد ديال الأسماء. نضالك من أجل القضية الأمازيغية جمعك بأسماء لها موقعها في الساحة الثقافية والنضالية، من منهم تحتفظ له بمكان مهم في ذاكرتك؟ هو كنا في واحد الجمعية ديال الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، هي اللي خدمت الأمازيغية بالخصوص من أواخر الستينيات للسبعينيات، وكان العمل ديال، وهي اللي ساهمت معايا في طبع أول ديوان في 76. إيوا هنا كاين واحد العدد، كاين الصافي مؤمن علي، كاين الصافي مؤمن علي، كاين إبراهيم خياط الله يرحمه، كاين جهادي الحسين، كاين واحد العدد ديال الأسماء. هنا كانوا ندوات، وديك الساعة كنعملوا في الخفاء لأن ما مسموحش بحال دابا باش تعمل في هذا المسار ديال الأمازيغية. إذا
اثرت بهذوك، اثرت فيهم واثروا فيا. هذوك كنا كنعملوا وكنا كنكتبوا، وانا كنت كنكتب فحواش، لان كنت كابر مع كان مهرجانات يوميه في الباديه، وكان فطاحل الشعراء، وكنت مبلي باش كنكتب اجواد الشعر اللي سمعته. وعندي يوميات في العربيه ملي كنت في مراكش، في العشيه مثلا في في في, في الداخليه كيقول لك اجي اشنو وقع، تنقرا لهم، تنكتب دار فلان ودار فلان وشنو كاين هذا في اسمه. اذا عندي هذوك المذكرات باقي في المكتبه ديالتي، كنطلع عليها التراث. اشتغلت بالاذاعه منذ سنوات السبعينيات وما زلت، من كان له اثر كبير على مسارك في هذا المجال؟ تاثرت بواحد كان نسميوه بوصبع عبد الله النظيفي، كان في اذاعه الرباط، وهو اللي فتح اذاعه اكادير، كان مسرحي وفكاهي وكيتعامل واحد المعامله، وهو اللي كان كيستدعينا للاذاعه تما باش نديروا معاه، تيدير معنا حوارات. ومن تما جا السي بن حليمه كان في اكادير مدير، من اللي خرجت سكراف وسمعني درت ترجمه لبعض القصائد، قال لك تعمل معنا، تندير مقتطفات من الادب الشعبي، وكنسجل لهم في عين الشوق. انا شويه الاخوان ديال عين الشوق قال لك علاش ما تسجل معنا هنا، تنسجل معاهم في عين الشوق، شويه الرباط قال لك هنا. سفر يسكن الذاكره وتود ان تعيشه فعليا. مشتاق باش جوج الاصفار مشتاق لها، ندير العمره بعد الحج، وطاطا كنت كندير فيها البحث على واحد الشاعر كبير اثر فيا سمو مبارك ومسعود، معروف مبارك بن زيده، هو اسود وهو منديلا ديال الامازيغيه، كيدافع على ديك العبوديه اللي كانت تيستعملوها بعض الاسر كيستعبدوا. فهاد الشيء الفايت قال لك غير لو سقي الهين ترتني ريان مدنا رنقل كنغوكو تسارت نواليم، قال لك إلا قال لك أسواد مهند ما كيبغي حد إلا غيدافع على حقه، الناس بغاو غير نصبنوا لهم ونعزوا لهم التبان والعلف ديال الحيوانات، والله رسالت سدون غفوس نسيان قسما لا نقبل يد أحد. إذا هذا درت له عرض في 81 الشعر الأمازيغي المناضل ضد العبودية والاسترقاق بن زيدة نموذجا، درت لأن كنت درت فيها البحث أربعة المرات على هذا، وفيها باقي عندي شوق باش نبحث في بعض المسائل تما.